بفكرة كار أبديتس لليوم عنا التيغوان من فولكسفاجن وعنا رويس رويس. بالنسبة للتيغوان نزل الجيل جديد وجديد بالكامل، بالنسبة للتصميم الخارجي والداخلي كمان جديد بالكامل. مؤلفة من محركين للبنزين من 4 اسطوانات سعة 2 لتر بتتراوح قوتهم بين 180 و 220 حصان. وطبعا هالسيارة بتندفع بعجلاتها الأمامية أو الأربعة الدافئة. الثانية معنا لليوم هي رويس رويس داون. هالسيارة مبنية على قاعدة عجلات الجوست، أكيد سيارة فخمة ومتينة وبتتزود كمان من سقف قماش. المحرك مزود من 8 اسطوانات سعة 6.6 لتر توين توربو بتولد 563 حصان و 780 نيوتن متر من عزم الدوران. ولهون بتكون خلصت حلقة أوتوموبيل، ما تنسوا تحضرونا الأسبوع الجاي نفس الوقت. إذا ما لحقتوا تحضروا الحلقة فيكم ترجعوا تشوفوها على اليوتيوب، وإذا عندكم أي تعليق تقولنا إياه ونحن بنرجع نرد عليكم، أو على الأكاونت تبع تويتر إن كان لكارن ولا لإلي. باي.